هاي الحارة من قدة في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدة. هذا الفرد ميري لك أبو شوكات. مظبوط، هذا الفرد لنوري. نوري ما غيره؟ إيه نعم، وخالك أبو شهاب عم يشرح بالمكتوب شلون وصل هذا الفرد لإيده بعد ما اشتراه من واحد شاري من أبو جودات. لحمش، معناته أبو جودات هو اللي سرقه من نوري؟ إيه نعم، وخالك أبو شهاب عم يقول إنه هذا الفرد أمانة بين إيديك لبين ما يرجع الحارة، والرب العالمين ما أزله بالرجعة تظهره بالوقت المناسب، لأنه ما في غيره بيعرف قصة الفرد. هيك لك شايف لك أخي، شايف هالأبو جودات قديش واطي وقليل ناموس، لك حتى نوري ما خلص منه. سيدي، أي نحن قوصناه وريحنا الناس منه. شو بدي لك أخي، يستر عرضك، ما بدي مخلوق يخلق يعرف بقصة هاد الفرد. ها شو عم تحكي لك معتز؟ مو عيب؟ هيك بدي اياك ابو شوكات، احرق لي المكتوب لانك احرقه. Nous ne pouvons pas discuter de cela maintenant, car on ne sait pas où se trouve nos gendarmes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ces habitants possèdent le terrain. Et je ne veux guère perdre encore plus de gendarmes. سالم يا ابن عم، والله اشتقت لك كثير. ما
هاي باروتين وجنادين فشل. شكو شباب، ومن هلا ورايح تعتبروا حالكم منا وفينا. ونحن لعيونك عمي ابو حسان. شو ابو احمد، شو صار بالاسير اللي كان مع الشباب؟ صار بالمغاره عمي ابو حسان، الله يعطيكم العافيه. وهلا صار لازم نعرف شو صار بحاره الضبع، لاني مشلوش كثير وبالي مشغول عليهم. خير، شو صار بحاره الضبع؟ وين كنت لك ابني طول الليل؟ والله ما غفيت عيني ولا تكي، وانا عقلي ياخذ ويجي. يا مو انا لازم دير بالي على الحاره من بعد ما راح خالي ابو شهاب. خالك ابو شهاب؟ ليش لوين راح خالك؟ كل عيله بالحاره بتطلع على رب الخبز. روح يا عمي الله يرضى عليك. اسمع ابو حليم صباح الخير عمي ابو محمود. اهلين ابو بكر، يسعد لي الصباح الله يسلمك. عن حق سمعت انه قال عم وزعوا خمس احسام العقيده ابو شهاب، مضبوطه الخبريه؟ ايه مضبوطه، وسمعت كمان انه ابو مرزوق عم يوزع خضر وفواكه، معناتها قربت. قربت يا لطيف، شو هي القربت؟ راح على حالي. بسم الله لك يا ابو طه، ان شاء الله بتدور. وطي النار شوي، الخبز عم يتلدوع. كرم عينك عمي، خود يا شباب. هدوا. بسم الله بسم الله، خود يا عمي خود. هات يا اخي. بسم الله، هات يلا، هات يا اخي. يلا يا ابو طه، يلا يلا يلا. جيتك بشير، خف لي حالك. طيب بشير سيك يا ابي. شلون عمي؟ بسم الله، تكرم عينك. هات يا بشير. يلا يا ابي، يلا يلا. اهلين عمي ابو محمود. خود عمي، تكرم عينك. هوني. هات يا بشير. يلا يلا يا هات يا اخي. شلون عمي؟ بسم الله. ود عمي، والله سلام الديات يا عمي ابو. الله معك، مع السلامه. دور يا ابو مزوق، حط لي رطل بندوره ورطل خيار ورطل بطاطا ونص رطل باذنجان وشويه ليمون وشويه فلفله، واذا في عندك كم حبه فواكه، تفاح وبرتقال وموز حط لي اياهم. حكي مرتي فوزيه حمله وعم تتوحم وخايف تجي الوحمه على راسه للولد. شو ضاربك العماء بدر؟ مالك شايف دكانتي عم تصفر؟ شو عم تحكي انت؟ وين طارت بضاعتك يا ابو مرزوق؟ وزعناهم على اهل الحاره، هيك امر العقيد. بس انا ما طلع لي شيء. انت تاخرت يا ابو بدر. وينك ابو بدر؟ خذ البندوره سوي لقمه كواج بالبيض. ازراف؟ ايه ايه ازراف مناح. عن حق عن حق ازراف؟ اما اقول لك ازراف، خلاص خذهم احسن من كبون. ما زالوا الازراف، حطهم بكيس واطبخهم انت. ايه؟ شي هالخيلة؟ اسمع ابو فارس، نحن قلنا عندك طلب، اذا نفذته جناب الكومندان رح يكافئك بمكافأة كتير كبيرة، بجوز يرجعك تخدم ببلدك او يساويك مختار للحارة. شو قلت؟ شو هو الطلب سيدنا؟ بدك تفوت على الحارة وتعرف لنا كل شيء عم يصير جواتها، وتخلي علاقتك كتير منيحة مع الرجال تبعاتها، مشان تعرف لنا وين العناصر والضابط اللي آسرينهم. شوف أبو فارس، إذا ما تعاونت معنا الكومندان رح يعتبرك عم تتعامل معهم ويقدمك لمحاكمة عسكرية. محكمة عسكرية سيدي؟ هذا إذا ما تعاونت معنا. بقى فكر بسرعة ورد لي الجواب هلأ. يا سيدي يا سيدي، خليني براطة الله يرضى عليك. أنا ما لي علاقة بهالقصص كلها، أنا شقفت حارس ليلي وراي جعر الولاد يا سيدي، بدي ربيهم. شوف أبو فارس، إذا بدك ترجع لبيتك وعيلتك وولادك بدك تتعاون معنا. سيدي خلص بتعاون معك. يا عيني عليك يا أبو فارس، طلعت فهمان. مثل ما قلت لك، بتجمع لنا الأخبار كلياتها وبالليل بتجي بتخبرنا إياها. Thank you.
أمركم سيدي. لكن اسمع، شلون بدك تفوت على الحارة وتخلي كل الرجال تبعاتها يأمنوا لك؟ يا أهل الحارة، لك افتحوا لي أنا أبو فارس، لك أنا الحارس أبو فارس، افتحوا لي جاي لكم رسالة مهمة. لك أهل شوف الحارة، افتحوا لي مزبوط، هذا أبو فارس مشي. افتحوا لي أهل الحارة، عم بتشايفكم رسالة مهمة. عمي أبو حاتم، هذا أبو فارس واقف برات الحارة وطالب يفوت على الحارة، شو نساوي؟ خلوه يفوت، بس ديروا بالكم منيح، ها يكونوا عاملين لنا شي كميل. تعال قولي يا ابو فارس، جايبكم رسالة مهمة. تعالوا الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو فارس، شو خلوك تفوت على الحارة؟ لك فتت ويا ريتني ما فتت. وينو العقيد ابو شهاب؟ بدي اياهن بسرعة. خالي ابو شهاب برات الحارة. ما بالحارة؟ لك كيف؟ كيف قدر يطلع منا؟ نعم نعم نعم، شلون ابو مرزوق ما عنده فواكه؟ ولك انا عم بتوهم يا رجال، انا حبلي عم بتوهم، انت بتفهم ولا ما بتفهم؟ بلا بفهم، بس طيب شو اعمل؟ الحارة مسكرة وطلعة براتها ما في، شو طالع بإيدي شو يساوي ما عملته؟ أنا ما دخلني، أنا هلأ بدي تفاح وموز وكمان بدي دبس، وجاي على بالي المعروك أبو بدر. معروك كمان؟ إيه هيك، تازة مسخن. تفاح وموز. هلأ لا تقعد تعد وتعد عيد، والله والله وهي بكسر الها يا أبو بدر، إذا ما بتجيب الغراض كلهم يا ويلك ويا سواد ليلك، مالك فوت على هالبيت ومالك نومة فيه. أنا راسي وين؟ يا بي شو بدك انت التاني؟ بدي اضامة مغبرة. اضامة مغبرة؟ على راسي. ابو بدر، نسيت اقول له انه بدي بندق وجوز ولوز وترابة حلبية، يعلينا ان شاء الله. ابراهيم را ابو ابراهيم را، ما بقي لي حدا بالدنيا. عدلية استغفري ربك حبيبتي، هالحكي هذا ما بصير، هي إرادة الحق يا عيوني. لسه ما فرحت فيه، ما شفت إلا ولد يحمل اسمه واسم أبوه. لك يا حبيبتي إبراهيم هلأ صار بالجنة، والجنة للأبرار والصالحين والشهداء، ويا نيالو اللي بيروح الجنة، يا نيالو يا نيالو. ارضي بحكم رب العالمين يا حبيبتي. عن إذنك رايحة أفتح الباب. عم بيكذبوا علي أكيد، إبراهيم ما مات، إبراهيم عايش، أكيد رح يرجع وأحضنه وضمه لصدري. يا إبراهيم وينك؟ وينك يا غالي؟ وينك؟ شلون دلال وأم إبراهيم؟ دلالة منيحة، بس اضرب ما نامت لوش الصبح، وأنا ما نمت لطمنت عليها. وأم إبراهيم مولي علي، على أم إبراهيم ما غفلت عينها بنوب، وهي طول الليل عم تحكي مع حالها، أكل همها كومياتي على سواد خانم، أكل همها والله. لفوت شق عليها لبين ما تفيق دلال. تفضل. حطها. مور معلم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. خود ودول. يسلم ايديك، كتر خيرك. خيرك، خذ الخبزات معك على البيت. الله يخلي لك ولادك يا رب. استغفر الله. بكر بكره بطه. ان شاء الله. بشير. نور يا بي. شو بقيان عم مطحين لبكره؟ والله اللي بقيان دوبهم يكفونا يا بي. ماشي الحال، ماشي الحال. بكره وقت يخلص الطحين، شلون اهل الحاره بدهم ياكلوا؟ الله ما بيقطع لك يا ابني. الله ما بيقطع.
انا رياض. معي الحكيم حمزه. يلا تكي وتفضل. شرف حكيم. يلا شرف شرف. يلا يلا يلا. طمني حكي، شلون صار خاطر؟ اسمعني منيح يا رياض، خاطر حالته صعب كتير وبيجوز. شو بيجوز ما يجوز؟ بوس ايدك لا تقولها حكي. الاعمار بيد الله، بس شوفت عينها خاطر من امبارح ما خفت حرارته، شلت له رصاصه من صدره وفي رصاصه تانية ببطنه، بيجوز نضطر ناخده على المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله. والعمل هلا حكي؟ بدنا نستنى شوي، ممكن جسمه يتقبل وضع رصاصه وما يتاذى منها. بس يا رياض هذا الشيء بده يضل بيني وبينك، ما بدي حدا يضرب فيه ابدا. امرك حكي، ما حدا رح يضرب فيه منه. امرك. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما بقدر بطلع برات الحاره سيد عصام؟ جارك انا. لك شلون بدك تطلع برات الحاره؟ عم اقول لك العسكر اذا بيشوفوا واحد نبق راسه من الباب بيقوصوه. لا بيقوصوه. ولي على ابنك يا ابو بدر، شو بدي اعمل؟ شو الوضع؟ لك شبك ابو بدر، شبك عم تبرر مثل الحريم؟ ليش بدك تطلع برات الحارة؟ مرتي فوزية حبلي ووسطني جيب لها فواكه ودبس. وشو كمان شو قالت لي؟ ما مهم ما مهم، حميل ضرب طريقك ورجع على بيتك ولا ترد عليها. شلون ما رد عليها يا سيد عصام؟ شلون ما رد عليها؟ عم قلك مرتي فوزية حملة بدها تطلع شهوة برأس الولد. لك أبو در روحي صارت لراس مناخيري، خايف يطلع شهوة برأس الولد، مو خايف يربى يتيم؟ أخي أنا قلت اللي علي، إذا أنت مستغني عن رقبتك طلع برات الحارة. افتحوا له الباب شباب. لا لا بطلت اطلع برات الحارة، خليني ارجع البيت أحسن وخلي فوزية تسف تراب أحسن شي. شلونك أخي؟ أهلي أبو العز. شو الأخبار؟ أبو فارس صار بالحارة. شو هالحكي؟ هيك لك طلبوا منك تتجسس علينا وتبلغهن، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بحبدي هذا اللي صار بالحرف الواحد يا شيخي. لك انا خايف، خايف على عيلتي واولادي يعملوا لهم شي شغله هدول، لك هددوني بالمحكمه العسكريه. معناته الجماعه مالهم ناويين على خير بنوب، واكيد عم يفكروا يهجموا على الحاره مشان يخلصوا الضابط ورفقاته، والا ليش عم يدقسوا ان احنا مخبينهم؟ بهي معك حق فيها يا ابو حاتم. معناته خلينا نلعب فيهم. نلعب فيهم؟ شلون يعني؟ يعني الداسوس اللي بعتوا لنا اياه مشان يتجسس علينا رح نحرمهم منه. لا يا ابو حاتم، لا لا، كل هالقد رخيص عندك انا لا تذبحني. مو عيب على الرجال يا ابو الفوارس، لك مو عيب على الرجال. سيب راسي خطه ان شاء الله تزبط. طالما سمحوا لك تفوت عنا على الحاره اول مره، معناته بيسمحوا لك تطلع براتها، ونحن بالنسبه لنا انت براتها احسن من جواتها. وحياه مين زرعهم بوشي يا ابو حاتم؟ لك أي شيء بتطلبوهن مني وبفيد أهل الحارة اللي لحمك دافي من خيرهن أنا موافق عليه. شو فهمتك يا أم بشير؟ أمرك ابن عمي، رح جهز الطبخة ووصلها بذات نفسي لبيت أم إبراهيم. بشير ومرته وينه وماني شايفه؟ رح يوصلها لعند أخت دلال. منيح، وانت بتا ما خلصت الطبخة روحي لعند أم إبراهيم وكنت عادي عنده، ما بصير نتركهم بهالوقت لحاله. أمرك ابن عمي، بس والله ما عم نقصر. الله يقويكي، يلا خاطري. الله معك تقبرني، مع السلامة. ليش ما رحت على بيت اختي دلال؟ والله ابن عمي انا كنت حابة اروح، بس لطفية ما بدها. ما بدها؟ لطفية! لطفية! نعم ابن عمي نعم. تعي لهون. نعم ابن عمي. تنضربي على قلبك وبتاخدي ضرتك وبتروحي على بيت اختي دلال. حلوك النسوان الحارة راحوا وانتوا لهلا ما رحتوا؟ ابن عمي نحن امبارح رحنا وقمنا بالواجب، بعدين ساعات سخنانة شوي. معلش، تاخدوا طبخة معكم وبتروحوا لهونيك، ما بدي عيدها مرة تانية. خلص ابن عمي خلص، رح نطبخ طبخة أنا ولطفية ونروح عند أختك دلال، بس أنت الله يخليك ما تزعل.
وبالليل بدي اياكم تباتوا عند امي، فهمتوا؟ حاضر ابن عمي حاضر. فهمنا ابن عمي. ان شاء الله ابو شاب يتوفق بمهمته ويرجع لنا بشي حل ونخلص من المحاصره هي وترجع الامور على ما كانت عليه. ما فينا الا ندعي له بالتوفيق والتيسير، بس كمان احنا لازم نتحرك، ما هيك يا شيخ؟ شلون بدنا نتحرك ونحن عايشين بسجن كبير يا ابو بشير؟ شو رايكم نتصل بالحارات اللي بيوتها بتطل على حارتنا؟ اكيد رح يامنونا اكل وطحين، لانه اليوم اذا اكلنا بكره ما رح نقدر ناكل. انا مع ابو بشير بهالحكي، من على الاسطيع فينا نفوت على الحاره ايش من بدنا، وبدون مساعده ابو الفوارس ما بنقدر نعمل اي شيء ان كان. وكيف هالحكي ابو حاتم؟ فهمني كيف. بس ان طلعتوا اليوم من الحاره بتطلب منه انك ما ترجع لها بنوب، وبوشك بتروح لعند مختار حاره الماوي ابو سياح، بتقول له الشباب طالبين المساعده بكل شيء، هو بيعرف شغله. يا اخي ابو حاتم ما رح يقبلوا ما ارجع على الحاره. ما هلا كنت عم اقول لك طلبوا مني جيب اخبار عنكم. ولا يهمك ابو الفواريس، انت بس ان طلعت من الحاره اصلا هن ما حيخلوك ترجع لها مره ثانيه. بشو عم تفكر بحاتي؟ بس تعتم العين بتعرفوا كل شيء. نعم نعم نعم. شو قلت ابو بدر؟ سمعني واضربني، ما راح تجيب لي الاغراض اللي طلبتهم منها؟ لك شلون بدي اجيب لك طلباتك يا فوزيه والعسكر مانعين طلع من الحاره؟ انا ما دخلني، انا قلت لك اذا ما جبت لي الاغراض مالك فوت على هالبيت ومالك نومي فيه. شلون يعني مالي فوت على هالبيت ومالي نومي فيه؟ وين بدي نام يعني؟ والله بموت من النعاس. شو بيعرفني وين بدك تنام؟ ضراب السخن بجهنم الحمراء، انا ما دخلني، اطلع على الحاره مثل الرجال، احمل بارود حاجه مشكول على خاسرتي، لك اطلع من خلقتي، روح يا فوزيه. ليش؟ لأنه الأفندي حاتم ما عم يعرف يرضع. ليش ما عم يرضع الصبي؟ والله ما بعرف، جربت كتير ما عم يقبل يرضع بالمرة. عم تسقي ينسون ومي مسكر مو؟ ايه سقيته. يو شو هالحكي؟ بصير هيك يا أم حاتم؟ ما بتعرفي الولد بس تسقي ينسون ما بيعود بيقبل الحليب؟ شريفة نعم. أعطيني شوية مي مسكر. حاضر. وليش السكر أم زكي؟ أنت ما عليكي، ما بدك حاتم يرضع منك، تركي علي. كتر خيرك يا أم زكي، والله من غيرك ما كنت بعرف شو بدي أعمل. ولو يا أم حاتم نحن لبعض. شلون أم إبراهيم ودلال؟ طمنيني عنه. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. أم إبراهيم يا حصرتي عم تحاكي حالها، ودلال ما عم تنشف الدمعة بعينها بنوب بنوب. تفضلي خالي أمسكي. يسلموا إيديك يا شريفة. كشفي لي عن صدرك لشوف. يسلموا دياتك حكيم، عزبناك معنا. الله يسلمك، اي شيء بيصير مع خاطر بتخبرني. ان شاء الله خير وباذن الله بيضل هيك وما بينتكس مثل ما نبهت عليك ابو الروضه. ولا يهمك ولا يهمك شو خبروا ما خبروا، عليم الله ما يدروا ليجن جنونه. ماشي. يسلموا دياتك حكيم. سلام. مع السلامه. شو ابن عمي شو قال لك الحكيم؟ ما قال لي شيء. شو بده يلي يعني؟ يعني ما طمنك على خاطر؟ لا طمني. طمني شلون ما طمني؟ قال لي ان شاء الله باذن الله تعالى رح يطيب عن قريب. لكن ليش طول عنده كل هالقد ابن عمي؟ لك شلون طول ما طول؟ هذا حكيم وبين ايديه مريض، ما بده يفحصه على 100 مهله، يعني ما بده يعرف شو معه. انا بدي اروح، بدك شيء؟ يو معقوله تروح ابن عمي قبل ما تطمن ابي على خاطر؟ يا لطيف كيف فاتتني هي؟ ايه والله لازم طمن عمي. فهمت علي شو بدي منك؟ خلاص انت ولا يهمك بختار، انا رح ادقس لك وين صار ابو عراب وعلى اي سجن نقلوه. وانا ما رح انسى لك خدماتك بنوب. ولو مختار ما بدي الا سلامتك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فتحي زين زين زين، شو الاوضاع عندك؟ العسكر لساتهم مطرحهم من بعد ما فوتوا فارس على الحاره. ماشي، بدي عيونكم تكون فتحه 10 على 10. ها ابشر ابو العز. شاكوش دير بالك منيح. يبو
فارس لساته بالقهوة؟ ايه لساته بالقهوة. ياكم ديروا بالكم منيحة. لعيونك. شو ابو الروض؟ وين كان؟ كنت عند خاطر. ليك مني، شلونه؟ والله ما بعرف شو بدي لك، بس الحكيم خوفني عليه زيادة. شو هالحكي؟ وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا رايح لعند الشباب، بدك شيء؟ ديروا بالكم للأمانة. لا تاكل هم. C'est magnifique. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, je voudrais que le commandant me rejoigne vite dans mon bureau. D'accord. قربت والله قربت. يا حبيب لك معي بحلي قاعد عم بشرب شاي، ما عم بقدر سوي شي لحارة الضباح، بس شلون بدي ساعده؟ شلون؟ والله ماني عرفان. أهلين بأحلى عقيد والله. هلا والله، حي الله لعيونك يا عقيد يا كبير. ايه والله هالرقبة شدادة شداد. العقيد زعلان لك، ما عسلي بيزعل عقدنا، ما عسلي بيزعل عقدنا، لا نقتلنا وينش خطب مشينا، لا نقتلنا. شو بدك مني يا شو بدك مني؟ أنا اليوم مقروها وما فاضي لألكك مصدي. لا 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 لا، شو لجارك عقيد؟ أنت بس قلي ولعيونك. أنت يا ريني منيح. الله يسامحك، الله يسامحك يا عقيد. خلاص ما عاد ورجيك وشي بحياتي. الله جبار الخواطر، الله جبار الخواطر. دخيل اسمه. تعال تعال، ما بعرفك ناقوزي وقوام تاخد على خاطرك. تعال. الله يسامحك يا عقيد، الله يسامحك. يعني الله وكيلك، لو ما بنعز لك وبنعتبرك هيك مثل اخونا الكبير، ما كنت جيت لعندك لهون. ابو الحكام، ايوه هات لك كاس الشاي روق دمنا. هات روه له دمه للنمس يا ابو الحكم، روه له دمه. تعكى هاي كاسي. راسي يا ابو الحكم. هدول خلصوا عقيد، في شي غيره؟ الله يعطيك الف عافية. الله يعافيك عقيد. بدي استاذنك مشوار على البيت، حاكم الوالدة تعبانة وبدي اطمن عليها. خير خير خير، سلامة قلبك. مسيك تعال فوت، بركي الوالدة اعتازت شي. مسيك. اسلموا اسلموا. الله يعافي لك يا الله معك، الله معك. شو عقيد؟ شايفك عم تكرمه كتير لشغيلك ابو الحكم. ابو الحكم شغيله قبضاي وتعلم الكار بسرعه، مع انه كان عونطجي وخريج حبوس مثل حكايتك. كبير كبير يا لطيف. شو كبير يا عقيد؟ طول عمرك قلبك طيب وتحب تساعد الناس، واللي بجيبك مو لاقي لك يا عقيد. نحن وين بدنا نلاقي مثلك؟ وين عقيد؟ من الاخر نمس، من الاخر. شو بدك؟ يعني عقيد هيك بدنا من بعد اذن شواربك قرشين ثلاثة لوجه الله تعالى. لوجه الله تعالى؟ معناتها بدك تتزوج. أنا خرجي زواج عقيد. عم فكر هيك اشتري لي بخاخ بق وناموس، دور فيه على الحارات واتسبب لي بقرشين، اسم منه الموسم بلش. بعدين المصاري اللي معي الله وكيلها، كلهم أخذهم أبو غالب حق بيته. معك حق. هالشغلة كتير منيحة. وفيها قرشين نضاف خصوصا بهالوقتات. رح ساعدك وأعطيك مصاري تشتري طنبة بخ. بس بشرط واحد. ها شروط عقيد، شروط على كيفك. اول بيت بدك تبخه هو بيتي. لكن شلون؟ لعيونك عقيد، احلى بخ باحلى دوات بق وناموس، الله وكيلك ما خليك ناموسه بالبيت تطير. لك انت عقيد وكبيرنا، الله يديمك فوق راسنا بجاه الحبيب المصطفى. لك فضلك على هالرقبة عقيد. يا الله تيك. بكفوا هدول؟ بكفوا عقيد بكفوا.
لك الله يديمك، الله يديمك فوق راسنا، فضلت علي وعلى سلسفيل اجدادي واحفادي عقيد، لك عقيدينا شيخ الشباب، شيخ الشباب عقيدينا، عقيدينا يا ابو الكرم، يا ابو الكرم يا عقيدينا. تفضل عمي ورقتك جاهزة. أماني ما بدي إلا سلامتك، باين عليك درويش، روح الله معك. كتر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين أبو عبدو. طمني، عرفت شي؟ إيه عرفت مختار. أبو عرب صار بسجن القلعة، وقال يمكن بهاليومين بدهم يحولوه على المحكمة العسكرية. الله يفك أسره. بدي منك تضل عم بتتابع أخباره، بركي منقدر نحط له محامي يدافع عنه. هلأ اللي سمعته إنه المحكمة العسكرية هي بتعين له محامي من عندهم يعني. شي شو هالحكي هاد؟ معقول هن بدهم يحاكموه وهن يحطوا له محامي من عندهم لحتى يدافع عنه؟ شي هالسمعة هاي؟ تطرقك من بين الزلم، العين تطرقك كأنه اللي واقف قدامي حرمة مو رجال. ولا شو مالك عليها سطوة بلا هيبة؟ فهمني مين بيناتكم الرجال؟ الله يرحم أمي ما خلت لي هيبة، دايما كانت تقلي أنت تشتوش ودلول مثل أبوك. ايه وقف السناني تشتوش أفندي لألبس ملايتي. ها يا عم بستناكي خالتي، امسكي ولي كسرت إيدي. شو قلت لك أبو فارس؟ خلاص ولا يهمك ابو حاتم ولا يهمك، بس ان شاء الله تمر عليهم هالتفنجه. والله انت وشطارتك. عم عصام شو عملوا؟ هلا معقوله يعرفوا انه هذا اللي على وشي صبغه ما له ضرب حقيقي؟ لا عمي ما رح تشوفوا انه هي صبغه، عشان انه هي الصبغه فيها حنه حمراء ايوه ونيله ودهن الكبريت، وهدول ما بيروحوا الا بالليفه. منيح طمنتني. مسك عمي مسك لي شو هاي؟ هاي الخرقه حط لي اياها بتمك عشان باين انك انت متوري. هات انا هات هات انا بطلع. ايوه ضاع حمرا معاه. ايه شلون عمي ابو حاتم؟ شو شلون صدقته استسديه للزلمه؟ شلون اخي؟ على ما قال لي خليه يشلح الصباط من رجله مش حيبين انه اكل فلا، انا برات الحاره اذا شفته بكشفه. ايه شلون عمي شلون؟ شلون؟ احنا صباط منيح هيك. شو ابو فارس خي؟ حبي يا ابو حاتم اذا بقول لك مخايف تكون قصه. بزمتي حاسس إجرى يعمل جفو مثل الأصاب. لا يا أبو الفوارس لا، أنت قد ودود. وزية الله يرضى عليك سامحي هالمرة مشاني. ما بدي يو يبليك يبدا إن أرزان إلهي. لك بتعرفي إنه الحارة محاصرة وجوزك ما بيقدر يطلع يجيب لك أغراضك، ليش عم تعاجزي هالمعاجزة؟ امسكي لك، لو كان رجال عن حقه حقيقي كان دبر لي اللي بدي اياه من تحت تقطيع الارض. بس ماله رجال، ماله رجال يا اختي. هلا عمل لك كرمالي مشي يا خلص. الله يخليكي فاسي، الله يخليكي كرمالي امسكي. ماشي الحال كرمالك يا امسكي، بس هالمره رح مشيها، بس اذا بعيدها مره ثانيه ما عاد حاكي بحياتي. يلا فوت على المطبخ حضر لنا عشاء لي ولا امسكي. يلا لك يا على راسي يا ست راسي. عدي عدي خلينا نتعشى سوا. لا حبيبة قلبي أنا لا لي جاي أتعشى ولا أكسر الصفرة، بدي روح شق على أم إبراهيم أضرب حالتها بتقطع القلب. ولي فوزية ليش ما رحتي على التمساي ورحتي على الزيتية؟ ولي على عيونك شو ما بتعرفي بالواجب؟ على القليلة عزي جارتك سعاد ولي على قامتك. يبعت لي حمى إلهي، والله معك حق يا أمزكي، بس شو بدي أعمل؟ أنا قلبي قطيع وما خرج روح على تعزاية، خلص بمرق على سعاد خانه وبعزيها بسهرة. تكرم عينك معك حق. ها قلتي لي قلبك قطيع، ايه باين خزيت العين وشرها. ايه خلصينا بقى من هالسيرة، عادي خلينا نتعشى سوا، ولا كمان بدك يعني احلف يمين؟ لا حبيبتي لا تحلفي ولا تتحلفي، خيرك سابق، تصبحي على خير، يلا خاطري. مع السلامة. فوزية شو بتحبي البيض؟ مسلوق ولا مقلي؟ مقلي ومسلوق. ايه بس ما عنا بيض.
بحبدي خايف يوصوني يا معتز. لك ابو الفوارس قوي قلبك، صلي على النبي. شاكوش رفاع. افتحوا لي الباب، لك علي ابو فارس الحارس. ما يستاهل، افتحوا لي الباب يرضى عليكم. طلع ابو فارس، عليك الامان. بلغ شباب الحارة كلياتهم انه يجهزوا حالهم. حاسس انه الفرنساوي اليوم ناويلنا على نية. ماشي، وراح طالع كل الرجال على الوسطية. بتراقبوا الاسطية منيح. ليه 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 بدكم يا رجال؟ ولا يهمك، نحن لها. قولوا الله يا رجال. فارس شو هالحكي؟ مثل ما عم قل لك يا سيدي، مثل ما عم قل لك يا سيدي، اني عارفه بينكم، بعطيني لحتى اتجسس عليهم، ربطوني مثل ما شفتني مربط يا سيدي، وبلشوا فيني ضرب، بحظي ما اعرف من وين الكفوف تنزل علي يا سيدي، ولكو هددوني هددوني، بدهم يعذبوني بدهم يعذبوني يا سيدي. طيب طيب، ما قدرت تعرف شيء ثاني؟ عرفت عرفت، الحرم عباية سلاح، الله وكيلك اخ يا ضهري، بيفتحوا فيا جبهه. والضابط الفرنسي ورفقاته عرفتوا وينهم؟ اخ يا اخي، اخ يا ضهري، على حسب ما فهمت يا سيدي، مخباينهم بمحل الجن الاحمر ما بيعرف وينه. اخ طيب ابو فارس، عرفت لي كم واحد مسلحين جوات الحاره؟ عم قل لك يا سيدي، كل رجال الحارة، حتى الولد اللي عمره 10 سنين حامل مرتينة. اي الله يا اجري. طيب ابو فارس، خليني بعتك على المستشفى يداووك. على المستشفى يا سيدي؟ طبعا حالتك كتير صعبة، لازمك علاج. سيدي ما بدي اعذبكم معي، اخي ضهري، انا بروح لعند ابن عمي بيشتغل ممرض بمستشفى، خليه يحكمني يا سيدي. يا ضهري خذ ابو فارس، خذ بركي لازمك شيء، لازمك دواء مسيك. كتر خيرك يا سيدي، والله فضلين على راسي، كتر خيركم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، علينا ابو فارس. شو رأيك سيدي؟ لازم نعرف دولي ديبار انه هدول ما عندهم سكة بحدا، ولا ما بعتوا بهالشكل. طيب سيدي شو نساوي؟ جيفي فوار لكونسي، المستشار هو اللي حيكرر. مي إلي تري بروبابل انه نقتحم الحارة الليلة. بس مو الكونسيي. لك شو بدنا مشي يا شهيد؟ مشي مشي انت. وينو عبدو حسن؟ ضل بالحمام عم يحمي الأسرة. شو ابو الرد؟ طلعت رجال على الوسطية؟ كله تمام. ضروري هالشي يا ابو حاتم. كانوا جايتك شي اخبارية من برا. اليوم الفرنساوية بجوز يقتحموا الحارة شيخي. هالحكي اللي عم تحكيه أكيد؟ ما في شي أكيد أبو مرزوق. بس رح ارسو واجي. ايه شيخي، من بعد امرك انت تيسر على بيتك وادعينا انه الله ينصرنا. الله يوفقكم ويحميكم وينصركم جاه حبيب المصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب مرزوق امشي معي. قول الله. Monsieur le commandant, vous devez exécuter l'opération dès que possible. Nous sommes prêts, monsieur. Mais c'est à vous de décider leur hache. Vous démarrez l'opération
à l'heure de la prière de l'aube. شبك يا هدى ليش عم تبكي؟ خايفة على العصابة متعبني، خايفة يصير له شيء وترمل أنا مثل دلق. مبشر عن قلبه، لا تفاولي عليه. كسر له ثلاث أيام ما أجا على البيت، لا نام ولا أكل ولا ارتاح. يا بنتي كل رجال الحارة هيك، بس هو ادعي الله يحميهن ويعمي عنه. شو ما أجا ابن عمي؟ لا والله لسه ما أجا يا بنتي، نيمتي الصغيرة؟ ايه نيمتها، بس والله يا مرت عمي حاسة حليبي ما عم بكفيها. عن جد؟ يا بكرة منقول لأم زكي تدبر لنا شي مرضعة. يلا يلا يلا. اجا عصام. يا مو خدوا لي طريق. خير يا مو، مين معك؟ يا مو معي ثلاث رجال من الحارة، بدي طالعهم على الأسطوح مشان ينطوا على أسطوح أبو حمدي مشان يراقبوا العسكر، لأنه خايفين يا مو، خايفين إنه العسكر يجمعوا علينا من حارة الحواكير. لك يخرب بيتهم، سكرنا باب الحارة وما خلصنا منه، قتلوا ثلاثة من زينة شباب الشام، شو بدهم يقتلوا رجال الحارة كلها؟ يا مو ما بدي أكذب عليكم، الحالة ما بتطمن بنوب. الله يحميكم يا ابني، بشو بنقدر نحن نسوان الحارة نساعدكم؟ أنتوا بس ادعونا الله يفرج علينا. يلا خدوا لنا طريق. يلا 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 شباب. انا بجيب لك اخبار حارة الضبع كلها عمي. انت شلون؟ هي شلون ترك علي لبر راسي. طول بالك صبحي، نحن ما بنستغني عنك منوب. كلام سمعه مزبوط، حارات الشام كلها هلا بتخوف. لازم نعرف شو عم يصير هنيك يا جماعه، بركنا قالوا بحاجه لنا. كلام صبحي صح، لانه من وقت اللي خلصت معركه ما عرفنا اللي صار غير انه الحاره محاصره. معناتها أنا رايح دقدس وجيب لكم الأخبار كلها، شغلي ما عاد بدي أريح بال. يلا بخاطركم صبحي، دير بالك على حالك. اللي كاد والله بده يصير يا سمو، لازم ترجع لنا أبو صبيح. قول الله. الله معك. ميسرة، الله يكون معك. لا تاكل هم سمعو، صبحي أبضاي وما بيخاف عليه، بعدين بيعرف تخاريم الحارات كلها وبيقدر يدبر حاله. وكل الله. ترى معي انت كمان. شباب انتوا عزقال حمام وانتوا عزقال فرن، طيروا يلا. يلا انا معكم يا شباب. يلي بده يتحدى